هذا وتتميز العلاقات التاريخيه بين مملكه البحرين والمملكه المتحده بالتعاون والتنسيق عالي المستوى في مختلف المجالات. وشمل هذا التميز في العلاقات جميع اجزاء المملكه المتحده وتحديدا ويلز التي ساهمت مساهمه كبيره في الدفع نحو مزيد من العمل المشترك على الاصعده كافه. اسس متينه لعلاقات امتدت لاكثر من 200 عام بين مملكه البحرين والمملكه المتحده. حيث تعود هذه العلاقات والشراكات الى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتستمر حتى عامنا الحالي في ظل الاهتمام المتواصل من قبل المملكتين الذي دفع نحو مزيد من العمل المشترك على كافه الاصعده بما يحقق التطلعات هذه العلاقات شملت جميع اجزاء المملكه المتحده وتحديدا ويلز التي ساهمت في هذا الامتداد التاريخي لصياغه رؤى مشتركه عززت من الشراكه والصداقه البحرينيه البريطانيه ما ميزها بخصوصيه انعكست اثارها على ارض الواقع من خلال مستوى التفاهم والتنسيق الرفيع والاهتمام والمصالح المشتركه والعلاقات الدبلوماسيه الرفيعه والزيارات المتبادله التي توليها قياده البلدين اهتماما كبيرا حيث اتت عده لقاءات سابقه بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله وصاحب السمو الملكي الامير تشارلز الثالث ملك المملكه المتحده عندما كان وليا للعهد واميرا لويلز اكدت مواصله العمل على تعزيز هذه العلاقات لتفتح آفاقا جديدة من خلال تكرار الزيارات المتبادلة في شتى المناسبات ما مكن من تطوير مستوى التفاهم على مختلف الأصعدة مجالات عدة تمت مشاركتها مع ويلز الصديقة من خلال الزيارات المتواصلة التي أعطت مؤشرات إيجابية أكدت قوة ومتانة العلاقة بين البلدين وعكست مكانة مملكة البحرين الكبيرة لدى المملكة المتحدة التي تتطور في كل لقاء لتعبد طريقا جديدا من الطرق التاريخية التي سارت عليها المملكتين الصديقتين